يسعد لي صباحكم لستات البيوت وين ما كنتوا بهالبردات، ان شاء الله يا رب تكونوا قاعدين هيك بالتخت وعم تتابعوني، لانه بهالبرد لا بقى تقوموا. اليوم رح اعمل لكم اكله حلوه هيك على السريع، نفوت نعملها بالمطبخ ونرجع نطلع، لانه مثل ما قال ورد ببدايه الحلقه كانون عاشر، مدري شو قصه هالبردات. اليوم الاكله كثير طيبه كثير لذيذه، اليوم حاعمل لكم كيكه الشوكولا، الكيكه الغرقان الشوكولا الغرقانه بالكريمه، طريقه لذيذه وسهله، وهي نوعا ما من الكيكات البارده، يعني كيكات عفوا السخنه، يعني بهالبرد حلو وبتدفي. حعرفكم اول شيء على المقادير، رح احتاج 4 بيضات، هون عندي كاسه حليب، نص كاسه كاكاو، نص كاسه زيت نباتي، عندي 3/4 كاسه زيت سكر او ممكن كاسه حسب انت الحلاوه اللي بتحبيها، هون في عندي ظرف فانيليا مع ظرف باكينج باودر، هون في عندي كاستين من الطحين، وهون حاحتاج مثل ما انتم شايفين قهوه سريعه الذوبان تقريبا 2 معلقة كبار. هلا اول شيء انا لازم دفي شوي الحليب، هنقيمها هي هيك احسن، لانه انا ما بدي اياه بارد، لانه انا بدي القهوه سريعه الذوبان تدوب، اجباري بدنا ندفي شوي. هلا حنروح على وياكم نحط البيض ونبلش بالخفق، طبعا حنحط هون 4 بيضات على السريع. انا بتمنى البيض يكون بحراره الغرفه دائما وقت بدنا، اذا طلعتي بيض من البراد حطيه شوي تحت المي السخنه اذا كثير مستعجله، افتحي الحنفيه عليه او دفيه شوي، لأنه ممكن يساعدنا أكثر بنجاح الكيك. هلا أنا وقعت قشري هون، ثواني. تمام. رح أحط معها ظرف الفانيليا وأخفوه. هلا انتم بالبيت بصراحه حاولوا قد ما فيكم عطوا خفق، نحن هوا ما كثير معنا وقت، بقى اكثر من نص دقيقه ما فيني اخفق. هون زاد عندي كمية السكر، حأرجع أضيفهم وحأرجع شغل. هو يا ريت انا فيني اتركه عم يشتغل واقدر احكي، بس انتم ما رح تسمعوني منيح، بس مثل ما قلت لكم اذا انتم بالبيت عطوا دائما خفق الجاتو اكثر، يعني بحيث الفوليوم تبعه تكون سميكه، يعني انا بدي اياه كثير يكون، لانه هي سر نجاح الكيكات. هلا هون رح اضيف نص كاسه من الزيت النباتي وحرك تحريكه خفيفه. هلا رح اروح على الحليب اللي سخنته، هون حطيت شايفين 2 معلقة من الشوكولا، عفوا من القهوه السريعه الذوبان، بس رح اقلبها على الزبديه لانه حسيت انه هي فيها شعر. حنضيفهم هون مشان ما تقل، لانه هي هون عندي صار سخن. هلا حقيم وضيف كاسه الحليب وحركه. هلا ممكن انا اعمل هاي الوصفه للكيكه كمان العاديه الاسفنجيه اللي احنا متعودين عليها، وان شاء الله هلا قبل رمضان ناويه
لانه طلبت مني كثير اني اعمل لكم كيكات مزينه. رح نحاول نعمل كيكه مزينه سهله وبسيطه، يعني اي ست بيت او بنوته صغيره اذا كانت الكيكه جنبها معلش انه تتفنن حاطيها اياها بطريقه هاي الطبقات والكريمه وهاد قصص. هلا هيك تمام، رح نقيم ونحطها فوق الخليط. تعالوا معي حنضيف ونحرك كمان خفقه. هلا هيك تمام، انا هلا بصراحه بعد شوي رح كمل خفقه عليهم. هلا بس مشان تعرفوا شو المكونات اللي انا ضل عندي لازم اضيفها هون، مثل ما انتم شايفين عندي كاستين من الطحين رح انخلهم، ما نخلتهم انا بحب انخلهم دغري هيك لانه على البرد ممكن يرجعوا يجبلوا. حاكم مو برد الا شوي هيك تمام. حارجع اضيف وحرك نحرك ننخل. حضيفهم مثل ما انتم شايفين كمان ظرف باكينج باودر او معلقه كبيره. هون عندي 3 معالق من الكاكاو. انا دائما بقولكم انه الكاكاو عندي حسب انتو الغماقه، يعني هلا في كاكاو عم يجي عن جد فاتح، في كاكاو بتحسيه لا ممكن لسه بيتحمل اكثر، لا او ما بيتحمل قصدي انه ممكن. هلا حنقيم ونحرك الخليط الناشف. هلا انا ما ضل غير بصراحه بغيابكم حرد ارجع شغل لانه انا نفسيا ما برتاح اذا ما هيك خفقته منيح للجاتو. حاستنى كمان عليه شوي، ومثل ما شفتوا انا خلطت المواد الجافه قدامكم، بس حقيمهم وحطهم فوقها. هون في عندي هي البايركس، هلا مثل ما هي حادهنا هذيك الدهنه وبرجع لعندكم بعد شوي لنشوف الصوص اللي بده يتسقسق فيه الجاتو. كل شيء ولا ما تكوني مرتاحه نفسيا. انا مرتاحه نفسيا، انا متى ما شفتك يا مشلين وشوف ورد هيك بتفائل من الصبح. والكادر كمان طبعا بالكونترول. كيف بينفوش الكيك قلتي لنا؟ إذا نخلت الطحين كثير منيح وإذا خفقت الجات البيض. والبيكنج باودر بدها تكون بالمعيار الصحي. إيه طبعاً ظرف، ظرف أو معلقة كبيرة. طيب شكراً يا شيف. يا أهلاً وسهلاً. يعطيك ألف عافية يا شيف. يسعد صباحكم عن جديد، يا رب اليوم يكون خير عليكم جميعا وين ما كنتوا بهالبردات، اكيد بالبيت وان شاء الله يا رب الكل يكون بالبيت. بس انا هون مشان اعمل لكم يوم كيكه طيبه كثير، هي كيكه الشوكولا السخنه. بصراحه هلا هي الكيكه، يعني اذا انتم هلا اجيتوا لعنا نحن صارت الكيكه بالفرن خلصناها. رح اقول على السريع انا شو حطيت. 4 بيضات مع ظرف فانيليا، ضفت عليهم كاسه سكر، المواد الجافه خلطتها، هن كاستين طحين مع 3 معالق كاكاو مع ظرف باكينج باودر. على الغاز حطيت كاسة حليب مع 3 معلقتين كبار من القهوة سيئة الذوبان، كمان ضفتهم عليها مع نص كاسة زيت نباتي. هذا كل شيء عملته، البايركس دهنته بالزيت بالزبدة وضفت الخليط اللي صار بالفرن حطيته تقريبا، انا ما بحطه يعني بالنص اذا كان عندي الفرن عالي، لانه هون عندي عالي تقريبا بالثلث من تحت، بشعل عليه بس من تحت لمده 40 دقيقه على درجه حراره 180. خلصنا من الكيكه، هلا لازم نعمل الصوص الاقتصادي الظريف الخفيف، يعني اليوم ما حجب لكم شوكولا ونتكلف، لا حنعمل اليوم صوص شوكولا طيب ولذيذ وعلى ايدنا، بس بدنا اهم شيء خلاط. ما في خلاط، ما في كهرباء، ما حيمشي الحال. هلا ليك في عندكم خيارين، انا حطيت لكم خيارين، فيكم تختاروا زبده وفيكم تختاروا زيت نبات، يعني انا عندي نفس الشيء، ممكن اختار نص كاسه من الزبده او نص كاسه من الزيت النباتي. هلا انا رح اختار زيت نباتي، رح ضيف نص. انتم احفظوهم، 4 انصاص ونص حليب، نص سكر ونص كاكاو. يعني دائما اعتمدوا لهذا الصوص، نص كوب من كل شغله وحنحط على الخلاط. نشغل.
صار عندي صوص جاهز ما ضل غير ترجعوا لعندي بعد شوي لحتى اورجيكم الشكل النهائي، وان شاء الله بتمنى انه من وقت لما ترجعوا لعندي يكون الكيك شيء انه جاهز يعني طالع من الفرن تازه، لانه انا بصراحه هاي الكيكه هي اهم شيء، يعني هي اهم شيء صفه فيها. ليش بنقول نحن الكيكه المسقسه قبل الكريمه؟ لانه لازم هو طالع سخن الجاتو ندلق عليها الصوص وبرجع لعندكم يا مشلين ويا ورد بنلحق ناكل كيك. اكيد اكيد ليك حتخلص. قد ايه بده بالفرن؟ 40 دقيقه. 40 دقيقة؟ أنا حطيته إلا 55 11 55 إيه يعني من لحية. عت الهم ورد لا يقوم 40 دقيقة أنا ما ضل 40 دقيقة عشان نحلي لضيفنا كمان قطعة من الكيك. شكرا يا شيف، يعطيك العافية شيف. يسعد صباحكم عن جديد. وهيك خلصت مثل ما قالت ميشا كيكه، الكيكه الغرقانه بصوص الشوكولا. هلا انا بغيابكم صراحه لضيقت الوقت اضطريت اعمل دول الشغلات قبل الوقت. في عندكم مثلا مثل الشلمونه او مثل هذا القمع او اي شيء ممكن انا اقدر افرغ فيه الكيك، انا قمته مثل ما هو سخن دغري صرت اعمل له هيك شكه بهذه الطريقه. انا لانه الصوص بدي اياه يفوت لجوا جبت الصوص اللي انا عملته انا وياكم حطيته بعدين قطعته وزينته بهذا الشكل. ممكن تزينوه باي شكل بدكم اياه، وبشوفكم بكره على اكل يوم السبت على اكله كمان كتير طيبة.